مرحبا، كيفكم؟ مثل ما عودتكم كل اسبوع عم طلع عليكم ببرنامج الشيف تهامة مع هوا الشام بحلقه جديده وضيف جديد وطبخه مع جو اكثر من جميل. اما هلا ما ضل غير تروحوا فاصل صغير وترجعوا لعندي لنشوف مين الضيف وشو الطبخه. ضيفتي لليوم مهضومه وحبابه، قدرت توصل لقلوب الناس، وحسب جملتها الشهيره اذا بدك الناس تحبك حب حالك اول شيء، وابدع بمجالك وانطلق. لهيك اليوم رح نحبها كلياتنا ونستقبلها ونقول لها يا ميت اهلا وسهلا فيكي ببرنامج الشيف تهامة. اهلين يا عفاف، اهلا وسهلا، نورتي قناة سما. شكرا كثير، نورتي برنامجنا، عن جد اهلا وميت سهلا فيكي. ان شاء الله الف مبروك، والله كثير انا سعيدة اني اكون معك. شكرا اليوم. شكرا حبيبتي، ونحن كثير سعيدين فيكي. شكرا. يعني نحن قبل شوي كانوا عم يسالوني برا قبل ما بلش لك بالاسئلة، مين جاي لعنا اليوم؟ قلت لهم عفاف وزينة. يرجعوا يقولوا لي تنتين، قلت لهم لا لا استنوا، يعني بس وحده هي عفاف اللي جايه وزينه لها. بس نحن من وقت فتحنا السوشيال ميديا وبلشنا على الانستغرام والبلوجرز والانفلونسرز حفظنا اسم لا يتجزا اللي هو عفاف وزينه. صح. كيف بلشوا عفاف وزينه؟ انا وزينه اللي هي اختي، اكيد بتمنى لو كانت معنا اليوم فبسلم عليها كثير. تحيه يعني لزينه، ونحن اساسا كنا يعني كثير جعبانا انه نستضيفها ولكن هي مسافره من غير شر. فبلشنا من 2018، كثير من زمان الى حد زمان ما كتير. يعني انتم الاول بلوجرز يعني تقريبا اي وقت كان لسه المصطلح كثير جديد، خليني اقول لك غير معروف كثير. غير معروف. بلشنا ايام كان في ايفنت حلو هيك صاير بالشام اسمه شارع الاكل، بلشنا فيه صورنا صوره، قام طلعت الصوره كثير الى صدى وانتشار، ما كنا متخيلين هيك. اجت الفكره من هون انه نبلش نعمل شيء على السوشيال ميديا، شايفين اشياء هيك شوي برا البلد قريبه لهذا الموضوع، حاولنا نعمل شيء بيشبهنا هون. وعملنا انا واختي مع بعض، هو هي غرابته يعني لصفحتنا على انستغرام، ومننا انطلقنا. هلا دائما نحن بنسال هذا السؤال مشان العالم، لانه بتعرف لانه في ناس بتقلك انا ركضت ورا انه انا اصير بلوجر، واحيانا لا البلوجر صارت هيك صدفه بصوره ما مثل ما قلتي بموقف يعني ما وانت هيك صار معك. طيب هلا انا بعرف، بس هلا المشاهدين بدهم يعرفوا عفاف شو دارسه. انا دارسه صيدله ما شاء الله. شكرا. بالجامعه الاردنيه بعمان، اداره اعمال بجامعه دمشق. زينه دارسه ادب انجليزي وعم تعمل ماجستير كمان ما شاء الله. وانا هلا كنت عم تقولي لي انه انت كمان بتشتغلي غير السوشيال ميديا. كثير هذا شيء مهم والله، يعني هون كثير مبسوطه انك سالتيني اياه، وكثير بحب انصحه لاي حدا فايت بهذا المجال جعباله يعني يشتغل فيه او اوريدي فيه، انه ما تخلي الموضوع هو فقط صفحتك على انستغرام، لانه ممكن باي يوم تروح، ممكن اصلا انستغرام ينطفى. صح. ما يعود هو مجال للتسويق. صح. فانا بعمل شيء خاص جانبي بعملي الصيدلاني، وبنفس الوقت اني انا بدرس انجليزي من انا عمري 17 سنه ما شاء الله عليك. هذا شيء كثير بحبه. يعني انت من زمان عن جد عندك هالشغلات؟ ايه بصراحه ايه انا بحب هيك. برافو. يعني تعلمنا انه دائما نكون طب أكتف. كيف التفصيل بين شغلك على السوشيال ميديا وحياتك الشخصيه؟ هذا شيء كثير صعب، بس هو مثل يعني من يوم ما بلشنا بال2018 لحد اليوم ب2023 هو مثل قاعده عنا. الاشياء الشخصيه، حياتنا، اهلنا، امنا، ابونا، زوجي، زواجي، هو شيء كثير هلا للامانه انا بعدين دريت انه حضرتك متزوجه. يعني كثير في ناس ما بتعرف. انا عملت لها فولو من زمان، ولكن تفاجأت وقت لما شفتها بايفنت ولا عم تقول لي زوجي، فانا قلت لها انا ما بعرف. قالت لي تهامة انا بصراحه ماني مضطره اعرض حياتي الشخصيه للعالم، انا طالعه كبزنس على السوشيال ميديا، ماني طالعه لاعرض حياتي الشخصيه. ونحن واضحين بهي الفكره، عشان هيك نحن بنرحب بكل حدا بيتقبل هذا الموضوع انه هو بزنس. صح. البعيد عن الحياه الشخصيه، رغم يعني هي سيف ذو حدين. طيب. الناس بتحب الحياه. صح. الشخصيه. صح. الناس بتحب تعرف انت شو عم تساوي. مزبوط. بس نحن منفصلين على هذا الموضوع، وكثير يعني جمهورنا تعود علينا من حبه ومن حبنا، تعودنا على والله نحن كلياتنا بنحبك. والله شكرا لك. الله يخليك. لا السؤال الاهم، كيفك بالطبخ يا ما دام لك سنه متزوجه؟ ماشي حالي، بحب الطبخ الغربي اكثر، باستا وهالقصص، بس جيده. ماشي بالحلويات حالي. كيف لهلا ما فعلت الفرن. لهلا ما فعلتي؟ طب هلا انا وياكي رح نفعله جوا بالمطبخ. يلا ما ضل غير تروحوا فاصل وترجعوا لعنا انا وعفاف، ولكن مو من هون، من المطبخ. ورجعنا عن جديد من مطبخنا، مطبخ شيف تهامة مع هوا الشام ومع عفاف. بس بالمطبخ قلتي لي ظريفه بالمطبخ، انت لسه ما شغلتي للفرن. لا بقى هلا نحن لليوم ما رح نشغل الفرن، الحمد لله. بس حنعمل اليوم انا وياكي اكله حلو كثير لذيذه. حلو. نحن الاكله الشعبيه اللي من وقت وعينا على الدنيا بنلاقيها بالمناسبات وبكل
كنت توقعتي شو هي؟ المحلاة. لما شفت حليب وهيك المحلاة هي المحلاة، يعني جد اليوم رح نعملها بطريقه كثير ذكيه وطيبه. أوكي. طبعا انا بضيف لها شوي من الكريمه الفريش او كريمه الطبخ بتعطيها هيك دسامه وكثير بتطلع طيبه، جربيها مع كثير بتطلع لذيذه. طبعا للزينه رح احتاج، انا عامله كريمه شانتي بس حاطه بالبراد، هحتاج له فستق حلبي مبروش مع لوز مقشر، وهون هحتاج شوي من السكر، انا ما كثير بحبها، انا ما بحبها حلوه. اتفقنا خلص. هلا هون في عندي للكل كيلو حليب في عندي 3 معالق من النشا، وهون حاحتاج كمان ظرف من الفانيليا. أوكي. هلا حنبلش فيها انا وانتي، وحنبلش باول سؤال. اوكي اوكي. لا لا ما تخافي، الاسئله ما كثير صعبه. لا عادي خذي راحتك. قبل شوي كنا عم نحكي انا وياك عم ندردش بالفي اي بي، بدي اسالك سؤال، شو الصعوبات اللي بتواجهيها على السوشيال ميديا اكثر شيء، يعني فعلا بتعبك نفسيا بتقولي خلص انا من بكره الصبح بدي اسكر الصفحه؟ يعني نحن بناخذ هذا القرار كثير بس انه حكي، يعني بس انه ايه شو قولي لهم. بصراحه احيانا بيصير معي هيك ضغط نفسي، لاني انا بهمني لما اعمل شيء او اقدم شيء محتوى شو ما كان، من دعايه سمبل لدعايه شركه، انه كثير يكون يستفيدوا عليها اقبال وتفاعل. فانا قبل ما انزل كل اعلان ضل هاك لهم هذا الموضوع، انه يا رب يكون عليه تفاعل، يا رب يكون قوي. وكمان احيانا بيصير عندي شغله انه كثير ناس ممكن يبعثوا لي ما اكون لح ارد عليهم، فممكن هن يعصبوا يتضايقوا يحكوا معنا شوي بطريقه مو لطيفه. يعني هلا بما انه نحن هلا عم نحكي عن جد، يعني بس شغله انه حاولوا تكونوا معنا لطيفين، نحن معكم لطيفين عن جد، يعني نحن ما بنحاول نزعل حدا، فحاولوا انه عن جد ما تزعلونا، يعني عن جد. انا هي اللي ما بفهمه، عرفتي علي؟ يعني ما بتتزعل عن جد انت، ما بتتزعلي؟ لا انا ما بفهم، اقول لك ليش، لانه نحن بالاخير هنا اشخاص غرباء. صح نحن بنطلع كثير على السوشيال ميديا. مزبوط. بس انت تهامه اذا ماشيه بالشارع وحدا هيك اجى سبك، اقول لك والله بتضايق، والله بتضايق، انت بس والله شحاده اكل وات ايفر من هذا الكلام. لا مالي احكي بصراحه، فعلا بتصير يعني، عرفتي؟ او حدا يقول لك تضربي انت وهالملافظ. لا فعلا هدول الشغلات لازم عن جد. وانت طالعه يعني عم لك هي ما فوتنا حياتنا الشخصيه وهيك، انت طالعه يعني تعطي محتوى، هو هذا اللي انا بقوله، المتلقي له كل الحريه يتقبله او لا. صح مزبوط. تمام، بس انه ما في داعي يكون الرياكشن تبعه عنيف. صح مزبوط. انا دائما بقول لهم انه لا روقوا بده شوي تروق. هلا بس مشان ما هي هلا هون حطينا إيه والله بدك تساعديني طبعا اكيد جايين هيك. طبعا هلا هون حطيت انا كيلو من الحليب. هذا الحليب بتعرفي شو بتعرفي عنه؟ صراحه بستخدمه شخصي لاني انا بحب الفريش. هو هذا فريش يعني جيبي لي كيف فتراته طويله، وبحب الكورن. هو هذا فريش ولكن لمده 5 ايام بس، يعني بدك تنتبهي انت على تاريخ الانتاج، لانه هذا بعد 5 ايام حتى هون بيكتبوا لك انه هو فقط صالح لمده 5 ايام، يعني بعد 5 ايام تطلعوا على هي. بس انا شفت منه بالمولات. انا من هنيك بصراحه. والمعلومه الثانيه، هو مو بس موجود بالمولات، هو بيحطوه بالمحلات، يعني هو الشام لما بدها توزعه بتوزعه للمحلات من هون، لهيك بنلاقي عندهم المحلاية غير شكل. مثلا يعني ايه، لانه هذا بيبقى يعني خاص للحلويات، فبياخذوه دائما الحليب الفريش دائما. صح. هو بيكون غير وقت بيكون. لا اكيد يعني انا شخصيا صحيا هلا هون عيار الحليب، حطينا هون كيلو حليب، هلا هون حضيف معه انا طبعا انا معيرتهم 3 معالق من النشا، ححركهم كثير على البارد عشان يسمك. انا شوفي شلون بعمل محلاي، بدوره كلياتها على البارد. بعدين بحطها على الغاز، هون حضيف عندي سكر وانا بصراحه ما كثرت. هلا انا هون نص كوب، حاسه انه بكفي، في ناس بتحب دلعه اكثر يعني حلاوتها زياده، هينا بيتحكم طبعا. هلا انا اخر شيء بقى حضيف الفانيليا لانه ممكن تمرمر. هلا حروح انا وياكي على الغاز ونتساير بسؤال ثاني. جاهزين؟ ايه. كيف بتردي على التعليقات السلبيه؟ هلا كنت عم تحكي عنه كيف؟ هلا بصراحة من زمان أول ما بلشنا، مو قلت لك نحن 2018 يمكن كنت رد وقول لهم لا نحن مو هيك، يعني كنت تحاولي تردي؟ أي أحيانا إيه، بالذات لما هيك يكونوا نازلين فينا يتهموننا هيك بأشياء كثير، إنه ولي عن جد هيك أنتم بتشوفونا. بس هلا والله ما برد أبدا أبدا. خلص تعملي بلوك ولا شيء؟ تعملي بلوك؟ حتى بلوك ما عملت خلص. اي يعني بس البلوك هو وقت يكون في قله ادب، يعني فيه رزاله على الاهل او رزاله على الاشخاص، يعني كلماتك بلوك ما بعمل، ممكن ريستريكت يعني هذا اللي بخليه ما يعلق، لانه انا ما بقدر. صح. يعني المجتمع يشوف هذا الكلام مو حلو، يعني بالاخير هي منصه مفتوحه لازم تكون متناسبه مع الشيء اللي نحن بنحب نقدمه. مزبوط. طيب خلينا هلا نروح نبعد شوي عن السوشيال ميديا، خلينا نقرب شوي على المطبخ. هلا اكيد زوجك عم بيتابعي. يس ان شاء الله. وحنوجه له تحيه، بدي اسلم عليه بالاسم لانه اسمه عزت، وانا دائما لما بطلع بنسى اقول هذا الشيء، فبسلم عليه خصوصي. والله الله يخلي لي. الله يخليكم لبعض. هلا خلينا نكون صريحين،
دائما نحن اول ما بنتجوز نخبص خبصات بالمطبخ. هو هلا عم بيتابعك، شو الخبصات اللي خبصتيها مع عزت؟ مو قلت لك الله يخليني اياه، لانه هو بموضوع الاكل كثير شخص مساير، المهم يكون في اكل موجود، ما عنده هي تبع شو عامله اليوم شو مو عامله اليوم، في غدا في اكل شو ما كان بياخذ، حتى لو كان في خبصات. عملت رز ببازاليا، البازاليا ما استويت والرز طب اكلوا والله اكلوا يعني اكلوا 90%. يا سلام. مره يعني هو احيانا انا بكون مره خبصات وناطره هو يقول لي، بس هو بيتجاوزه وما بحسسني. طب يا ترى يا عزت حتضل عم تتجاوز؟ هذا السؤال جاوبه يا وانت قاعد جنبه وانت عم تتابع الحلقه. حتضل تتجاوز بس لانه هلا عرسان؟ الله يخليك لبعضك. يعني طب هلا حنرجع قبل عرسان، وقت كنتي بالبيت عند اهلك شو الخبصات اللي خبصتيها بالمطبخ؟ ما تقولي لي ما حدا خبص. لا اكيد بنخبص كثير. يعني انا بلش يمسك معي الحليب مثلا، بيكنج باودر بدل فانيليا وهالقصص كلها بتصير يعني لكان او شغلين الفرن ونسيانين وهيك يعني. بس بصراحه الله يخلي لي ماما، نحن كثير قليل بنطبخ، هي الله يخلينا قايمه بالواجب فما بنفوت كثير على المطبخ غير لنعمل كيك. بتعرفي وقت كورونا نتحمس يلا نطبخ يلا نساوي، صرنا هيك وقت الكورونا لهلا ما بنسى. الفرن شغال والفرن شغال ما ينقطع تماما. خلص خليكم بالبيت وكلوا، هيك كان القرار صح. هلا بدي اسالك سؤال، كيف تقدمي الاعلانات للسوشيال ميديا؟ كيف بدي اقول لك اياها؟ يعني انت انا لما بيجيكي اعلان تمام، انا هذا الاعلان بدي اسوق له بهي الطريقه. طيب بيجي لعندك شخص بيقول لك انا بدي اياك تعمليني نفسه لهذا الاعلان، وبتقتنع انت بالفكره وبتقولي له يا عيني انه هيك هذا غير هذا، ولا لا بتمشي مثل ما بده هو؟ هلا حقلك شو يعني. اكيد انا بهمني الشخص اللي جاي اعلن عندي اني اقدم له الخدمه اللي هو بده اياها، بس انا بحاول نحكي مع بعض يعني نفهم شو هو بالضبط بده، افكاري يوصلها للناس اكثر من انه طريقه. بنحاول نلاقي له طريقه. مزبوط. هلا كمان اذا انت بتلاحظي شيف، نحن طريقتنا كثير سيمبل، كثير سيمبل. إيه بس نحن اصلا هيك يعني، عرفتي نحن بنحب الفكره المختصر المفيد. نحن ناس سريعين عمليين. بدنا نكفي حياتنا. ما شاء الله عليكي، يعني دراستك حلوه ولسه عم تدرسي انجليزي، عن جد برافو كثير عليكي. الحمد لله. طب بيناتنا الحكي، بتحاولي شي يوم هيك تطلعي وتعملي شي طبخه هيك وتضاربي علي؟ ما بعرف يعني انا الي مرق يعني مثلا نزل وصفات احيانا على الصفحه. انتبهت مره قال كيف بتنعمل سلطه لب الانجينار؟ قلت خير صارت عفاف. صارت عفاف شيف. اختراعي من الصفر. بس قليل شو طيب لب هالانجينار؟ كثير. انا ما كنت بعرفه يعني. أنا بحبها هي. أنا بتذكر أيام بابا الله يرحمه كنا جبنا الإنجيناراي مثل هي أيام زمان. ما يخطر ببالك إنه في. بابا بتذكر كنا كلياتنا نقعد نساعدهم هيك نقشرها الإنجينارا، هي اللي جوا كنا نقيمها ونكبها. هلا اكتشفوا إنه أهم شيء بالإنجينارا هذا لب الإنجينارا. لا وكثير طيب كمان، ومنه سلطة أو هيك مع سلطة. أنا جربته وحطيت تحته خس وحطيت هي نعطيهم إياها معلومة. لب الإنجينار بتجيبوه، طبعا هلا صار متواجد بالسوق يعني ما كان معروف بس هلا نعرف. بتجيبوه مثلا بتحطوا تحته منه خس أو اي نوع خضره، ممكن جرجير كمان بيطلع معه طيب، وحمض وزيت وشويه من الذره رهيبه. ايه عن جد كثير طيبه. ومع لحمه فيكي كمان تحمسيها مع لحمه وبصله كمان. والله ما خطرت ببالي اعملها سخنه. مع مفركه ما دام بتحبيها جربيها. وعن جد ما بتندمي. خلص هي بس ما بضارب عليكي ولا يوم. طب شو رايك تضيفينا شي شغله انا وياكي اسمها محرك؟ هلا انا هون حارجع عيد. هلا انت قبل شوي كنت عم تقولي لي شو بتحبي. انا بحب الايس تي هذا تبع هو الشام الذره. انت شو بتحبي؟ ليمون. ايه هذا ليمون تمام. تفضلي. هلا ايه بس والكاسات هوني بعد اذنك. اكيد اكيد. هلا انا هون بس حارجع اذكر شوي للمشاهدين، حطينا لتر من الحليب، 3 معالق من النشا، السكر حسب الرغبه حطيتهم ودرتهم معهم حتى النشا دورته على البارد، وهيك بلش عندي يتسبك. هي هو كان نحطهم بالكاسات الشفافة ما بيأثر عادي اتس اوكي بتمرق. احنا مو نضاف يعني. لا نضاف. لا نضاف اكيد. هلا بدي اسالك سؤال، انا دائما يعني اي حدا بلوجر ومتجوزه بسالها يا السؤال عادي. شو رده فعل جوزك على السوشيال يعني على السوشيال ميديا بالشكل؟ لانه نحن بتحسي انه في رجال مثلا. مره انا تصورت مع وحده محجبه فقلت لها بدك تنشريها؟ انه اتس اوكي انا ما عندي مشكله يعني. ام قالت لي والله جوزي بيذبحني. قلت لها ليه؟ لانه معي. قالت لي لا ما بيخليني انشر صورتي انا. لسه في عقليات لليوم هيك. صح عفاف نحن ما بدنا ننكر هذا الموضوع. لا موجودين اكيد تمام. إيه انت مثلا زوجك عم تطلعي على السوشيال ميديا مثلا احيانا عم نضطر نقيس ثياب، بس طبعا الثياب حتكون كثير كلها للمحجبات يعني انا بعرف نمطها لعفاف. فممكن يقول لك انه هذا شوي كان ضيق، هذا ما كان لازم تلبسيه، هذا حسيته ما مناسب لك. هي اللقطه بيتدخل بهالتفاصيل. هلا حقلك شو، نحن
يعني مو نحن واعيين، يعني بنحاول نكون واعيين نشغل مخنا. فانا وياه من مرحله الخطبه كنا حاكين بهدول المواضيع. يعني انا بحب انه خلص انت مقبله على مرحله جديده من حياتك، لازم كل الخطوط الحمراء، الاشياء اللي ممكن تزعج الطرف الثاني منك تكوني حاكين فيها. صح مزبوط. هذا الشيء كثير بنصحه للمقبلين على الزواج شو ما كانوا بيشتغلوا، يعني انه انتم يعني الانسان اللي حترتبطوا فيه عرفوا شو بيحب، عرفوا شو خطوطه الحمراء، وانتم نفس الشيء بالمقابل خبروه شو الاشياء اللي عندكم يا خط احمر وما بترضوا تتجاوزوها. هذا الشيء اللي عملناه انا وعزت، حكينا بكل هدول المواضيع فعملنا خطوط بيس اللي على بعدها ما متجاوزها وقبلها هي مقبوله، وبالاخير لازم يكون في توازن. طيب هلا سؤالي لإلك اللي بعده. هلا معش بس تحركي عني بس طبعا بدي لك والله انا حابه علي يساعدك لي مرا خلص يعني انا وجعتني بعدين ايه يعني هي بتشبه توت نعمل هلا لازم خلص نتبادل الادوار. انا هيك بحب على فكره، انا من نوع انه اذا حبيت فوت على المطبخ انا من هدول الناس بحب حدا يفوت معي. عن جد؟ ايه هي كاستك انت الحمراء؟ ايه انت الخضراء على حسب اللون. بس انا مالي لابسه اخضر. لا انا هي مع الايس تي لبقت لك اياها. ما انتبهت. شكرا. ايه فانت من الناس اللي بتحبي تفوتي على المطبخ لحالك ولا لا لازم يفوت معك حدا على المطبخ؟ لا لحالي. وليه كثير بفضل لحالي ما بدي حدا. انا للامانه يعني اذا فتت لحالي بتلبك. آه انا تعودت انه خلص يكون في حدا معي بقول لهم اعطوني هي اعطوني هي ناوي يساعدوكي كمان. انا ما بقدر. انا ما بقدر. شف شف يعني. اي ما سبحان الله هي يعني انا بستغرب ماما بتقولي اطلعي من المطبخ، انا بقول لها لا انت تعي وقت انا بكون عم بطبخ. انا بقول اطلع من المطبخ. اطلع من المطبخ. هلا الرجال بيني وبينك بقول لك يعني لا كله ما يفوت بحسه بيوقف بالذات برمضان. لا وغير هيك برمضان انا ما كثير جربت يعمل لك هاي الحركه اللي هيك شو صار بالاكل. تماما الطبخه تمام دوقه شلون بدك تدوقه ما انت صايم يعني عرفتي بقى بلشت. صح يعني ما دامك بتقولي له اطلع من المطبخ شكله بينق ولا لا حرام. لا حرام. لا حرام. بلشت تمسك معنا حجيب انا. ايه لا حرام. هو المهم في اكل. طب هو بيجي بيقول لك مثلا انه انا طبخ امي اطيب من طبخك ابدا. لا حرام ما عنده هي القصه. لا كمان الحمد لله. يا سلام ممتاز. هلا بدنا نقيم ونحط شوي من الفانيليا. اوكي ونحرك. ونحرك أوكي. طبعا هلا انا بس الفانيليا والماء الزهر بخليه للاخير. هلا رح اقيم ونحطه هون الظرف كله. اي معلش تحركي اكيد وحخليه يغلي بس شيء انه دقيقتين. بس شو رايكم هذا الوقت تروحوا فاصل وترجعوا لعنا بعد شوي لحتى نسكب المحلايه انا وياك. ورجعنا من جديد وريحة المحلاية بلشت تصحفح عنا بالاستوديو. هلا كانت عفافة عم تقلي الريحة بتجنن بس لسه ما حطينا ماء الزهر ولسه ما حطينا الإضافة اللي كنت عم قلك عليها قبل شوي. أنا بحب ضيف عليها حتى صاير عم ضيفة على الحليب عن جد كتير كتير تبعية. متى ما طبختي اللبن أي لبن، لبن بالشاكرية تبع الكبة لبنية أي شيء عم بستخدم معه شوي من الكريمة الفريش عن جد عم تعطي كثير دسامة. عن جد؟ ما بيصير دسم كثير أو هيك هو يعني يطلع طيب. هو طيب يكون هيك يعني طعم عن جد نصيحة. جربي بين هيك وهيك وادعي لي. أوكي أكيد طيب. هلا بدي أطلب منك طلب كثير غريب. هلا حورجيك بس أول شيء هلا بدنا نحط مثل ما هيك أنتم شايفين شوي من الكريمة الفريش آخر شيء آخر شيء وحضيف كمان شوي. يعني متى ما انا بدي احط الماء الزهر لازم يكون الغاز عندي مطفي مشان ما يمرمر. انا بحب احطه بالغطاء انه نقطه يعني كميه قليله ما بدي اكثر. تمام الله يذكرك بالخير يا عمي. انا كنت ما عملت محلايه ما بعرف حسه بتحط نص الانينه ما بعرف شو بتكتشفي بالقصة انا ما بعرف الا كثير مكترتيلي. هلا حتساعدنا زينه بالتزيين بس حنورجي اول شيء المشاهدين كيف القوام تبعهم. هنقيم طبعا هلا شوي قوامه حتكون مو كثير سميكه هي لا بعد شوي تبريد. طبعا بس قوامه مثل ما قلت كل كيلو حليب بده 3 معالق نشا وممكن نضيف شوي زياده اذا حسيتوا شوي مرق ممكن بترجعوا بتحلوه بشويه مي بارده وبتضيفوا. عن جد والله شلون الريحه امان بتجنن وهي مع ما زهر هلا صارت احلى يعني. عن جد بتحسي مثل اي ذكرونا بايام هيك المحلات القديمه وبتذكرك بالشتاء. يا الله هي بتذكرك بالشتاء في ناس انا بتعملوا هيك سخن وبتاكلوا. صح صح تمام. هلا في ناس كمان انا بحب استخدم النشا الخضراء بس دائما مو النشا الخضراء دائما بتكون متوفره. تمام. ولكن اذا كانت متوفره كمان ظريفه. هلا كل كيليه بنحط تقريبا نص سوقيه. طبعا انا هلا بجيب محرمه هذا كله طبعا ساوي. اكيد بس هلا هيك لانه لايف كله. يا سلام بس شايفه عن جد الريحه بتجنن لو طلعت عن جد ست زبادي. اي والله هلا معش بس ناولينا معالق من تحت يا عفا. اكيد من وين؟ من هون على يساري تحت بحب شيء بتلاقي بتدوري كله محضرته انا اكيد. يلا سالي بس ما قمت بالله ما لقيتي معالق. لا شو هالحكي خلص بنجيب لك من سوري. لا هو ما مشكلتك انا ماني مطلعتهم من ما في قاعده. طيب
هلا انا عم بدي اياكي تذوقي لقمه سخنه. اوكي ماشي، بس مو انا سخنه كثير تحرق. لا صح؟ أوكي. اكيد احذري لي لانه انا اكيد ما رح خليكي تزيني هدول السخنين. انا اخذ من هيك نقطه لا حتى احط لك. تمام هلا انا بدي اياكي تذوقي من هون شوي سخنين هيقي مع الجنب. اوكي اعطينا رايك فيه. استنى النقطه لاني حسيت عن جد سخنه كثير بالله، مشان ما احرق تمام. طيب هلا انا هون مثل ما انتم شايفين هدول سخنين رح نقيمهم على جنب. طبعا معقوله جاي لعندي عفاف ودايسه بلاط هيك مثل ما بيقولوا دياري ابساطي وما اعمل لك قبل ما تجي؟ لا هيك طبعا. هدول لكي بردوا من الصبح. يا سلام شكلهم بشهيه. ايوه هلا بدنا نقعد نزينهم انا وياكي. طبعا انا حضرت لك كريمه يا عيني. هلا بدك تساعديني بالتزيين. اوكي طيب. هلا انا بدي اطلب منك طلب. انا اليوم جايبه عفاف لتعمل لي اعلان للمحلاي. اوكي اوكي ماشي. هلا بدنا نورجي عفاف كيف راح تذوق وليكي. بس عن جد نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن المصداقيه انه عن جد اهم شيء، لانه كانت عم تقول لك في كثير اعلانات انا تهامة ما عم بقبلها كرمال انه انا ما بدي اياها تضرب اسمي. فعن جد لا تضربي اسمك يعني في العالم بدنا ياكلوا عندي. بس حدوق هي السخنه. طب ذوقي هي السخنه لنشوف. انا حبلش هون زين. طيبه كثير واحلى شيء فيها انه ما فيها كثير سكر. انا ما بحب السكر كثير ابدا. كثير طيبه. طبعا حنزين نصها بالفستق الحلوي وحأتركك انت كمان زينة تنتين. كتير طيبة والله مو مجانة كتير. ان شاء الله صحة كتير حبيتها. يلا هلا بدك تعملينا اعلان على الباردة اكيد. اوكي بدك تطلعي على الكاميرا مثل كأنه الموبايل قدامك وحنشوف شو حتقلنا اليوم عفاف عن المحلاي. اوكي حتطلع عليهم. طب زينينا بس وحدة عفاف. زين اوكي ما عرفت لبك تعرفي اعلان ما هم. طب بس زينينا طبعا اكيد زين. يلا هاتي لنشوف. هلا انا هون حب البوش. تمام يا عم حاول مثل كيف بالمحلات بنشوف عرفتي هيك. يا سلام مو هن هيك دائما بيعملوها. اي والله ورجينا. اوه يا سلام والله زينتك كمان ظريفه يعني ما بعرف هلا شو عم يطلع معي. خلص تمام ورجينا. هي والله شو بحب احملها دائما هيك بتمنى من فوق بعملها. هلا بس بدك تحاولي شوفي نضغط هيك وتضغطي عليها لتحت. اوكي جربي جربي. يا سلام اوه سوري وسخت بس الزبديه. انت اللي حتاكليها حتعملينا فيها اعلان هلا. طيب يلا بس ما بدنا نقطع. وبدي وحده ثانيه سوري يعني بس مشان تطلع الزينه كامله. نحن ما بنعمل اعلان لشيء مو متكامل. يلا نشوف هلا حتعملنا اعلان. حنزيد لك شوي الحباشات. اي معلش نطلع وزنين بس مثل ما بتقدموها للناس. ايوه هي نصيحه. هي النصيحه بدها تقولها عفاف انه لما بتعمل اعلان لحدا انه بيقدموا لهم شيء وبعدين بيقدموا للناس شيء ثاني فهذا الموضوع بيزعجها. ايه بصراحه. طيب انا بيني وبينك هلا كثرت لك اياهم اذا اجاني حدا. يلا هي هي. ايه اوكي انه صعبه تسويقها بس يلا. يلا تفضلي. يلا هي إيه؟ اول شيء لازم ندوقها مشان نتاكد انه عن جد طيبه قبل ما نعمل طيب اعلان. هلا حتعمل اعلان هي حتختم فيها. كيفكم يا جماعه؟ هي جملتنا اللي احنا دائما بنبلش فيها. اليوم حابين نجرب هي المحلايه اللي عملتها شيف تهامه. ف خلينا نجربها مع بعض. وهون عاملين لنا اللوبات اللوز والفستق والكريمه لنشوف الدلال. اذا انتم بتحبين هالاكلات هلا وقتها بس نبلع كمان. كثير طيبه. ايه تنصحيهم اذا انتم من الناس اللي ما بتحبوا كثير السكر بتحبوا تاكلوا اكله طيبه بتحبوا انها تكون مفيده لانه بالاخير هي حليب. فجربوها حتحبوها وكل شيء هي بتعمله ظريف فتابعوها ولا تعرفوا اكثر. عشان شكرا كثير كثير انبسطت فيكي عفاف. وانا والله نورتينا بقناه سماونا ونورتينا ببرنامجنا. شكرا من كل قلبي. بتشكرك حبيبتي. خلي لي اياكي يا رب وما ضل غير تنطرونا بحلقه جديده مع ضيف جديد وطبخه جديده وجو مثل ما انتم شايفين حلو كثير كثير. يلا باي باي باي, باي.